طيب نواصل شغلنا في سؤال 78 اللي هو بيسأل من عدد أكسيد الكروم في المركبات الموضحة في الشكل 4-13. هنا في الشكل هذا الشكل A، هنا عدد أكسيد الكروم موجب 3 كمثال لذلك Cr2O3. أما في الشكل B، عدد تأكسد الكروم موجب 6 ومثال لذلك المركب اللي هو ثاني كرومات البوتاسيوم اللي هو K2Cr2O7. هنا بيطلب وزن معادلات الأكسدة والاختزال بأي طريقة من الطرق. بأي طريقة بيطالب بوزن معادلات الأكسدة والاختزال اللي هي قدامنا. أنا بختار الطريقة بتاعت نصفية التفاعل لهذه المعادلة. بختار هنا وزن المعادلة بطريقة نصفي التفاعل. باخذ الـ SbO3 واحسب له عدد الأكسدة اللي هو هذا عبارة عن أيون، يبقى 3 مضروبة في سالب 2، 3 مضروبة في سالب 2 زائد إكس، هذه تساوي سالب 3، يبقى سالب 6 زائد إكس يساوي سالب 3، إذن إكس تساوي موجب 3. يبقى هنا إكس الـ SB بموجب 3 وهنا الـ SB بموجب 3. يبقى هنا الـ SbO4، الـ O4 يبقى هنا هذه أربعة في سالب 2 اللي هي سالب 8، يبقى الإكس تساوي موجب 5. يبقى هنا الـ SB3 الـ SB عليها موجب 3 صارت SbO4 عليها سالب 3، وهنا عدد الأكسدة اللي هو موجب 5، معناها هنا فقدت إلكترونين. آخذ الـ MnO4، الـ MnO4 هذه عدد الأكسدة بالنسبة لها واضح اللي هو موجب 7، صارت Mn عليها موجب 2، معناها اكتسبت 5 إلكترونات.
أوازن المعادلة بالضرب في 5 والمعادلة اللي تحت بالضرب في 2. تبقى المعادلة اللي فوق هتبقى عبارة عن 5SB عليها موجب 3 سهم تعطينا 5SB على O 4 عليها سالب 3 زائد 2 إلكترون، وأضرب الـ MnO4 في 2 هتبقى 2MnO4 عليها سالب زائد 10 إلكترون. هذه بتصير، هذه بالضرب في 5 بتصير إيش؟ بتصير 10 إلكترون. تديني 5MN عليها موجب 2. أجمع المعادلتين، العشرة إلكترون بتروح مع العشرة إلكترون، يبقى الخمسة 5SB عليها موجب 3 زائد 2MnO4 عليها سالب بتعطينا 5SbO4 عليها سالب 3 زائد 5MN عليها موجب 2. وأبدأ أوازن الأكسجين. الأكسجين من هذا الطرف 4 ومن الطرف الثاني 4، يبقى الأكسجين موزون. لا، الأكسجين من هنا 8 ومن هنا 20، يبقى حاضيف هنا زائد 12 H2O، يبقى صار هنا الأكسجين 20 ومن الناحية الثانية الأكسجين 20. طيب أوازن الهيدروجين، بضيف 24 زائد 24 H موجب، يبقى كده وصلت لإيش؟ وصلت لوزن المعادلة. المعادلة اللي بعدها في وسط قاعدي، وهو قال لي عايز أي طريقة من الطرق هأبدأ برضو يشتغل بين نصفي التفاعل. هأخذ الـ N2O سهم تعطيني الـ NO2 عليها سالب، وأوازن النيتروجين من بداية المعادلة بضع هنا 2 لموازنة النيتروجين. أمشي للمعادلة اللي بعدها اللي هي Cl O سالب، صارت Cl عليها إيش؟ سالب. أشوف أعداد الأكسدة، هنا عدد الأكسدة موجب 1، هنا عدد الأكسدة موجب 1، وهنا عدد الأكسدة موجب 3، وأنا عندي ذرتين نيتروجين تغيرت من موجب 1 لموجب 3، معناها فقدت 4 إلكترونات. هنا الكلور، هنا كان الكلور موجب 1، هنا صار الكلور سالب 1 زي ما هو واضح، معناها اكتسب كم؟ معناها اكتسب إلكترونين. أوازن المعاملات، أوازن المعاملات، أضرب هنا في 2 هذه تصير 4، وأضرب هنا في إيش؟ في 2. يختصر الإلكترونات في الطرفين، الإلكترونات هذه تتلاشى مع هذه، وأجمع المعادلات هتبقى الـ N2O زائد Cl O عليها سالب، 2 من الـ Cl عليها سالب بتعطيني
2NO2 عليها سالب زائد 2Cl عليها سالب. شوف الأكسجين، الأكسجين من الناحية هذه 3 والأكسجين من الناحية هذه 4، إذن هأضيف جزيء بتاع ماء واحد. الوسط قاعدي هأضيف هنا 2H موجب، لأن الوسط قاعدي لابد أضيف OH سالب للطرفين، معناها هأضيف هنا 2OH سالب وأضيف في الطرف هذا 2OH إيش سالب. هذه هأختصرها أو هأدمجها 2 جزيء ماء، وعندي في الطرف هذا جزيء بتاع ماء، يختصر جزيء الماء هنا مع هذا. يتبقى ايش من المعادلة؟ يتبقى من المعادلة 2OH سالب زائد N2O زائد 2ClO سالب تعطيني 2NO2 عليها سالب زائد 2Cl عليها سالب زائد H2O. يبقى كده المعادلة ايش؟ أوزون.